السلام عليكم، ازيكم يا شباب طلاب اولى ثانوي؟ عاوزين نعمل سمر كده سريع للحصه بتاعتنا، وان شاء الله الحصه الاولانيه ديت ما كانش فيها اي مشاكل. بس كده نفكرك كده باهم حاجه. احنا اول حاجه كان ميجرينج، كان معناه عندك بالنسبه لنا كان ايه؟ فالميجرينج ده كان ايوه عباره عن كومباريزون ما بين مين ومين، ما بين حاجه انون وحاجة ايه وحاجة نون. هنعمل الكمبارزن ديت ليه؟ عشان تنو، عشان نعرف هو النون جواه قد ايه من النون. تو نو احنا بنعمل كده، تو نو هاو ماتش نون او هاو ماتش الانون انكلودز نون، هاو ماتش انونز انكلود نون. يعني عاوزين نعرف هو الانون ده قد ايه من النون، يعني مثلا كيس الطماطم قد ايه من التلاتة كيلو، هل هو قده، هل هو اكتر؟ الكلام ده كله اكزامبل كنا بنقوله. هل طول البورد، هل طوله اكبر من متر 3 مرات، هل طوله اقل من متر؟ ده كده عاوزين نعرف النون فيه قد ايه من النون، ده عملية الميجرنج. وقلنا عشان نعمل الميجرنج عندنا فسريعا كده كنا احنا محتاجين 3 حاجات. ايوه ها بسرعة كده، يلا مين يقول معايا؟ ايوه محتاجين 3 حاجات، هي مين؟ الفيزيكال كوانتيتي، ومحتاجين يونت، ومحتاجين ميجرينج انسترومنت اللي هي تولز. قلنا الفيزيكال كوانتيتي بتتقسم عندنا لحاجتين، ها بيزك، ايه الكلمه الثانيه؟ ايه الكلمه الثانيه؟ فاندمنتال فيزيكال كوانتيتي، وحاجه كمان اسمها مين؟ درايفد فيزيكال كوانتيتي. الفرق ما بينهم ايه؟ البيزك هي الحاجه اللي هي هاف نو لوز، have no laws from basic، ما لهمش قانون من عند مين؟ من عند البيزك. يا جماعه القوانين بتتعمل دايما من عند البيزك، اللي ملوش قانون من عند البيزك يتقال عليه fundamental physical quantity. زي مين؟ زي length، زي الماس، زي التايم، زي التمبتشر، زي التشارج. كل دول قلنا عليهم basic physical mean quantities. لكن ال derived physical quantities مالهم بقى؟ they are quantities. مالهم بقى ببساطة كده؟ have a low. واللو بتاعهم بيجي من عند مين؟ have a low from basic. طيب حلو، زي مثلا مين؟ ال velocity مثلا ك example، ده بيساوي length over time. فاللينث بيزك والتايم بيزك اداني كميه جديده اسمها درايفد فيزيكال كوانتيتيز. اليونتس كان فيها عندنا 3 حاجات، افتكر كده مع بعض. نظام جاوس اللي هو نظام الفرنش سيستم، وكنا بنقول عليه بتوع الفرافير دولت، كانوا بيقيسوا اللينث بالسنتيمتر، وكانوا بيقيسوا الماس بالجرام، والتايم بالسكند. فالنظام ده كان اسمه سي جي اس. بعدين نظام البريتش البريطاني، لما كانوا بيقيسوا اللينث ايوه بالفوت، وكانوا بيقيسوا الماس ايوه بالباوند، وكانوا بيقيسوا التايم بالايه؟ بالسكند. وبنسمي النظام، بنسمي النظام بتاعهم اف بي اس. بعدين جه النظام بعد كده المتريك سيستم، والمتريك سيستم دوت حط شويه ستاندر انترناشونال يونت على العالم، اللي هو بالاتفاق خلاص الدول ما بقتش بتبلطج على بعضها، فبقوا يقولوا اللينث يتقاس. فالمتريك سيستم كان بيقيس اللينث بالمتر، والتايم بالسكند، والماس بالكيلوغرام. وده النظام اسمه ام كي جي اس، يعني متر كيلوغرام سكند. طيب الانظمه الستاندر انترناشونال يونت اللي بنسميها الاس اي يونت العالميه، فانت هتلاقي بقى اننا اتكلمنا على كذا حاجه، اتكلمنا عن اللينث، واتكلمنا عن الماس، وكلمنا عن التايم، وكلمنا عن التمبرتشر، وتكلمنا عن الكوانتيتي اوف ماتر، وكلمنا عن الليمينيشن انتنسيتي، وتكلمنا عن الكرنت انتنسيتي، وكلمنا عن بلانر انجل، وعن السوليد انجل، صح؟
يلا كده بسرعة كده مراجعة كده لليونت بتاعتهم كانت ايه. اللينث ده اللي هو الميتر، الماس كيلوجرام، كوانتيتي اوف ماتر كانت مين مول، التايم سكند، التمشر كلفن، اميريشن انتنسيتي، اليومينيشن انتنسيتي كاندلا، لكن الكرنت انتنسيتي بالامبير، بلانر انجل بريديان، والسوليد انجل ستريديان. بلانر انجل اللي هي اي انجل كجزء من سيركل كده، اي انجل دي اسمها ريديان، تمام كنا احنا بنتكلم عليها. لكن سوليد انجل هي الانجل ثلاثيه الايه الابعاد. اتكلمنا عن كل يونت اصلها فصلها ايه. كان اهم حاجه عندنا ان احنا في الستاندر ميتر والستاندر كيلوجرام كنا بنستخدم بلاتينيوم والاريديوم الوي، وده كان ليه يا عم؟ لان هم بيعملوا عندك ايه اوفركم الكروجن اند كرودد. ليه بنستخدمهم؟ عشان هم اوفركم الكروجن، والكروجن يعني التاكل اند راستنج، لا بيصدوا ولا بيتاجل، بيتاكلوا اسف وكبت ات، وبنحافظ عليهم عند درجة حرارة 0 سلسل زي ما قلنا في بغيث. طيب ده كان بلاتينيوم والإريديوم اللي كانت النقطة المهمة. بقى كده جت عندنا في الآخر الانسترومنتس. الانسترومنت هما كانوا تلات أنواع عندنا. كان نوع عندنا بيبقى فيه بوينتر بيتحرك، والبوينتر دوت اللي هو كنا بنقول عليه أنالوج ميجرينج انسترومنت، جهاز بيدي نمبر اون سكرين، نمبر على سكرين، فكنا بنقول على الجهاز ده مين ديجيتال جهاز. ما عندناش بقى لو هو جهاز لا هو بوينتر ولا بيدي ارقام على شاشه، فكنا بنسميه سيمبل ميجرينج انسترومنت. عندنا ودينا اكزامبل على كل واحد فيهم نوتس كده بس صغيره، ان ال 1 سكند هي عباره عن واحد من 86400 سكند فروم سولار دي تايم. طيب ممكن اقول لك اي رقم تاني، الثانيتين يبقى عباره عن ايه؟ 2 من الرقم ده. اي رقم ممكن اقوله لك وتقدر تعمله الحسابات بنفس الشكل ده فروم سولار دي تايم. يعني انا جيت قلت لك مثلا يعني هي العشر ثواني عباره عندك عن قد ايه من السولار دي تايم، هتقول 10 على 86400 وتحسبها على الكالكوليتر وتشوفها عندك بتساوي ايه، بتساوي كام عندك من اليوم. طيب انا قلت لك ان الكيلو جرام بتاعنا هو عباره عن شكله على شكل سلندر، صح ولا لا؟ فممكن اقول لك طب 0.006 من الستاندر كيلو جرام ده هو عباره عندك عن ايه؟ ما هو ده كيلو جرام، صح؟ يعني هو عباره عن 0.06 ملتبلاي 1 يبقى 0.006 كيلو جرام. طيب هو الكيلو جرام فيه كام جرام؟ كيلو جرام فيه 1000 جرام، صح ولا لا؟ يعني ممكن نقول 0.006 كيلو جرام، ال 0.006 كيلو جرام هي عبارة عن 6 جرام. خليك فاكر كده يا شباب ان من كيلو جرام لجرام بنعمل ملتبلاي 10 باور 3 اللي هو 1000، من جرام لكيلو جرام دايما من اليونت الصغيرة للكبيرة بنعمل ديفايدد 10 باور 3. وهنتعلم حاجات في الكونفرتس كتيرة جدا جدا الحصة الجاية يا شباب، بالتوفيق ليكم والسلام عليكم.